ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وصلت اليوم إلى إيرلندا في زيارة تاريخية تستغرق 4 أيام. ملكة بلاد الغال تعد أول شخصية ملكية بارزة تزور دبلن بصحبة زوجها الأمير فيليب دوق أدنبرا منذ 100 عام، وذلك حين قام جدها الملك جورج الخامس بزيارة إيرلندا قبل استقلالها عن بريطانيا. العاصمة دبلن شددت إجراءاتها الأمنية وقامت بنشر 8000 شرطي لحماية الملكة، وذلك في أضخم عملية أمنية تعرفها إيرلندا في تاريخها، وسط مخاوف من تعرض ملكة بريطانيا إلى هجوم إرهابي من قبل التنظيمات المسلحة التي تنادي بانفصال إقليم إيرلندا الشمالية عن بريطانيا.